أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، لكن بعد جولة في أهم العالم. نقرأ في موقع الهيانات: هيئة علماء المسلمين تدعو لتأسيس معايير عالمية جديدة لحقوق الإنسان. ونشر في الزمان: استنفار أمني بعد أنباء عن انتشار عناصر تنظيم داعش في ديالى. ونتصفح في موقع عربي 21: تزايد الاغتيالات يثير الذعر لدى سكان قضاء القائم غرب العراق. أما في القدس العربي نقرأ تحت عنوان: استمرار تظاهرات الغضب في مدن العالم تنديدا بقرار ترامب بشأن القدس. نشر في العربي الجديد تحت عنوان: عشرات الإصابات في مواجهات فلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني. نتصفح في الحياة: ماكرون يرفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأخيرا وليس آخرا في الخليج الإماراتي: قوات الشرع تتقدم باتجاه الحديدة ومصرع خبير صواريخ إيراني في صنعاء. قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها لن يفضي إلى عملية سلام كما كان مخططا لها. وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن أحد أهم المبادئ الأولية للعلاقات الدولية هو أن تكون الدبلوماسية الفعالة واضحة في الوصول إلى أهدافها، الأمر الذي لا يجعل من خطاب ترامب حول القدس وصيغة الأنا المرتفعة لديه خطيرين فقط، وإنما محيران أيضا. سياسة ترامب الخارجية تهدف إلى وضع حل للقضية الفلسطينية، وهو ما عبر عنه في أكثر من مناسبة، وإنه سيحقق الصفقة النهائية بعد أن عجز عن ذلك أسلافه، وكثيرا ما كان يتباهى بذلك، إلا أن قراره الأخير حول القدس أضعف القضية. وأوضحت الجارديان أن خطاب ترامب كان بالمقام الأول خيانة شخصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي سعى الدبلوماسيون إلى التعاون معه من أجل أن يبقى شخصية قادرة على تحقيق السلام. فقد أعلن عباس رفضه الكامل لهذا القرار وتمسكه بالقرارات الدولية بشأن القدس. لقد أدت السياسة التي يقودها ترامب إلى نتائج عكسية، فهي سياسة من جانب واحد، وربما كان هذا الأمر غير مفاجئ لمن يتابع ترامب منذ تقدمه لانتخابات الرئاسة الأمريكية وكيف كان يتصرف وكأنه تاجر. إنه شخص عديم الصبر. إننا نقف اليوم أمام لحظة محفوفة بالمخاطر، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في آسيا أيضا. إن عدم وضوح ترامب يجعل العالم على حافة الصراع، ففي غضون 11 شهرا من حكمه ترك خلفه الكثير من الحطام على صعيد السياسة الدولية. الصحيفة أشارت إلى تحذير رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي من تصرفات ترامب فيما يتعلق بالقدس، مؤكدة أن السياسة الخارجية البريطانية وسياسة الاتحاد الأوروبي تحتاجان إلى التعبير عنهما بطريقة تختلف عن أمريكا وسياسة ترامب المدمرة. فالسياسة الخارجية البريطانية، بل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أيضا، تحتاج إلى رؤية بديلة عن رؤية ترامب المدمرة وفق الصحيفة. لأن النظام الرسمي العربي لا يتوافر على أي قدر من الجدية والمسؤولية، وتراوح أغلب مكوناته بين العجز والتواطؤ، فقد جاء اجتماع وزراء الخارجية العرب لاحقا لقرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني. علي برنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أنه كان من المفترض انعقاد هذا الاجتماع قبل أخذ القرار، وبوقت ليس بالقصير الحيلولة دون اتخاذه، بعد أن توضع الإدارة الأمريكية أمام جردة حساب
لا يمكن أن يصدر لما يمكن أن يصدر من ردود أفعال وتداعيات، ولتتعرف مسبقا على كلفة هذا القرار وقيمة فاتورته. قبل القرار كان يمكن لموقف موحد وصلب يصدر عن النظام الرسمي العربي أن يحول دون اتخاذه أو أن يستطيع إرجاءه، إن لم نقل إلغاءه، سيما أن اقترن الموقف العربي المشترك ببعض التهديد، وتم التلويح بعدد من الإجراءات والخطوات التي ستتخذ إن ركب ترامب رأسه ومضى في مشروعه. بعد اتخاذ القرار انتقلنا من الحديث عن الحيلولة دون اتخاذ القرار أو عن إرجائه إلى حديث عن احتواء تداعياته والتقليل من آثاره السامة والمدمرة. لو كانت في النظام العربي بقية من نفس أو نبض لما ظل هامدا إلى أن خرج علينا الرئيس الأمريكي بقراره الاستفزازي ملوحا ومنتشيا، ولما تجرأ على القول إن هذا القرار يخدم عملية السلام. هو يعرف الأنظمة أكثر منا، وهو مطمئن إلى ردات فعلهم في نهاية المطاف، ولا يؤخذ بالبيانات التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به، فهو يعرف أن الأمر لا يتعدى ركوب الموجة المؤقتة، وأن المياه ستعود لمجاريها قريبا، وكأن شيئا لم يكن، ويعرف ذلك بلا شك، وهو لم يقارف فعلته النكراء إلا مدفوعا بهذه المعرفة. الكاتب يقول إن الأمر الذي لا يعرفه ترامب هو أن الفلسطيني الذي سيقبل بمشروع وصفقة القرض لم يخلق بعد، وأن لا دولة فلسطينية من دون القدس عاصمة لها. سيدرك ترامب وإن بعد حين أن من وعدوه بفرض الحصار على الفلسطينيين سيجدون أنفسهم محاصرين، وأن فلسطين ستحاصرهم، وأن دماء أبنائها التي لم تتوقف عن الجريان منذ مئة عام ستطاردهم. فلسطين أسقطت الكثير من الأنظمة والحكومات من قبل، وما زالت قادرة على إسقاط المزيد منهم. تشكلت حالة غير مسبوقة من الإجماع الدولي ضد واشنطن وإدارة ترامب بعد قرارها الأخير اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. الدول العربية ورغم ما بينها من خلافات وصراعات عميقة وجدت أخيرا ما يوحد مواقفها، فاجتماع وزراء الخارجية العرب طغت عليه لهجة واحدة عبرت عن رفض دولهم لقرار ترامب. فهد الخيطان يقول في صحيفة الغد الأردنية أنه بالنظر إلى ردود الفعل الرسمية والشعبية حيال القرار يغدو السؤال مشروعا، هل غيرت القدس قواعد اللعبة في الشرق الأوسط؟ بالمعنى السياسي نسأل كيف تتصرف الدول العربية في حال تقدمت إدارة ترامب بخطة لحل القضية الفلسطينية واستئناف المفاوضات في الأشهر القليلة المقبلة كما وعدت من قبل. استراتيجية التحرك العربي في الوقت الحالي تركز على إفراغ القرار الأمريكي من مضمونه واستبعاده تماما من أدبيات العملية السلمية وكأنه لم يكن. لكن بالنسبة لواشنطن وإسرائيل فإن القرار أصبح شرطا قائما للتفاوض لا يمكن تجاهله، وبهذا المعنى فإن أي خطة أمريكية للحل ستنطلق من كون القدس عاصمة لإسرائيل كواقع قائم. وفي ضوء الموقف الشعبي والرفض الرسمي العربي للقرار وتبعاته، هل يمكن للسلطة الفلسطينية التعاطي مع الخطة الأمريكية للحل؟ من السهل الإجابة بلا قاطعة اليوم، لكن بعد أشهر مثل هذه الإجابة لا تكفي إذا لم تتمكن الدول العربية من تطوير مقاربة جديدة لإدارة الصراع وتوفير مظلة دولية جديدة تسمح للعرب والفلسطينيين بتخطي الدور الأمريكي. عاملان حاسمان في الصراع يمكن لهما أن يحسنا بشكل ملموس قواعد اللعبة: استمرار الهبة الشعبية الفلسطينية ودعم الشارع العربي لها، وتمسك الدول العربية بموقف موحد غير قابل للمساومة. الكاتب يرى أن الاحتجاجات على المستوى الشعبي ستستمر في الشارع،
لكن ليس من المؤكد بعد أنها ستتطور لفعل ممنهج ودائم على شكل انتفاضة. أما على المستوى العربي فإن الموقف الرسمي لدول عربية، وهو آخر ما يمكن الرهان عليه في ظل التبدل الجوهري في أولويات هذه الدول وحساباتها الإقليمية وتحالفاتها الدولية. كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خططا لتعيين مسؤول من أنصار ترامب في وزارة الخارجية يتولى شؤون السياسة المتعلقة بإيران والعراق. وذكرت المجلة في تقرير لها أن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية كشفوا أنه من المقرر أن يتم اختيار المسؤول العسكري السابق في الجيش الاحتياطي الأمريكي وعضو الفريق الانتقالي في إدارة ترامب أندرو بيك لمنصب مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران. المجلة أضافت أن بيك كان يشغل في السابق منصب ضابط استخبارات في الجيش الأمريكي، وأنه ليس لديه أي خبرة دبلوماسية سابقة أو أي خبرة بملفي إيران أو العراق، لكنه يمتلك خبرة طويلة في مجال الاستخبارات العسكرية، وأنه خدم في مجلس الشيوخ بشأن قضايا متعلقة بالسياسة الخارجية. وأضافت أنه بناء على مصادر مطلعة فإنه يتوقع أن تعلن الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين عن تعيين باك ليحل محل كريس باك مايرز في هذا المنصب. وقالت فورين بوليسي إن هذه الخطوة تأتي في وقت تتصاعد فيها التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنه سبق لترامب أن أعلن عن عزمه عدم المصادقة على الاتفاق النووي مع إيران. وفي سياق متصل بالخارجية الأمريكية، كشفت المجلة أن الدبلوماسية الأمريكية إليزابيث شاكلفورد تقدمت بخطاب استقالة من منصبها في وزارة الخارجية الأمريكية. وأضافت المجلة أن هذه الدبلوماسية عللت أسباب إقدامها على تقديم استقالتها بضعف دور وزارة الخارجية في عهد الرئيس ترامب، متهمة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وإدارة الرئيس ترامب بتقويض دور وزارة الخارجية وبتدمير نفوذ الولايات المتحدة في العالم. المجلة ترى أن رحيل شاكلفورد والمشاعر التي عربت عنها في رسالتها يعبر عن نطاق واسع في أوساط الخارجية ممن فقدوا الثقة في إدارة تيلرسون ونهج إدارة ترامب تجاه الدبلوماسية. فدور وزارة الخارجية في المناقشات الحكومية الداخلية أيضا قد تضاءل، وذلك مع قيام البيت الأبيض بتسليم السلطة لوزارة الدفاع لتشكيل السياسة الخارجية للبلاد. لا يمكن فصل اغتيال علي عبد الله صالح بالطريقة التي اغتيل بها على الهجمة الإيرانية في المنطقة. هناك محاولة واضحة لتأكيد أن صنعاء مدينة تحت السيطرة الإيرانية، وأن ما حصل يوم 21 أيلول 2014 عندما اجتاح الحوثيون العاصمة اليمنية ليس مجرد حدث عابر. خير الله خير الله، يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الرسالة التي اسمها رسالة صنعاء واضحة كل الوضوح، إيران موجودة في العاصمة اليمنية كي تبقى فيها إلى الأبد. ليس سراً أن إيران متورطة في كل حروب المنطقة وفي كل ما من شأنه إثارة النعرات المذهبية والطائفية من المحيط إلى الخليج. من الواضح أن إيران تمتحن الإدارة الأمريكية في غير مكان، في وقت وضع دونالد ترامب نفسه في خدمتها عندما اتخذ قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلاً أن ذلك يقضي نهائياً على خيار الدولتين ويعزز وجهة نظر المتطرفين على رأسهم إيران. من جهة أخرى، ما فعل ترامب كان أحسن هدية لإيران التي تتحين كل الفرص كي تتابع المتاجرة بالفلسطينيين وقضيتهم وبالقدس تحديداً. يظل السؤال، لماذا يريد الحوثيون إظهار كل هذه الشراسة في الوقت الحاضر؟ الجواب بكل بساطة أن إيران مهتمة بالقول للأمريكيين إنها اللاعب الأساسي في الشرق الأوسط، وأن لا أحد يستطيع إخراجها
لا من سوريا ولا من العراق ولا من لبنان ولا من اليمن. لو لم يكن الأمر كذلك لما استحضر حزب الله أحد قادة الحشد الشعبي في العراق ويدعى قيس الخزعلي إلى جنوب لبنان. ما معنى هذه الزيارة ذات الطابع الاستفزازي والكلام الذي صدر عن الخزعلي من أرض الجنوب عن إقامة دولة صاحب الزمان؟ الكاتب يرى أن المعنى الوحيد للزيارة والإعلان عنها وتصويرها يتمثل في أن إيران تريد القول في لبنان إن الأمر ليس للحكومة اللبنانية وليس لرئيسها سعد الحريري الذي يجتهد لتحييد البلد. إلى أي حد ستذهب إيران في تحديها للإدارة الأمريكية؟ هذا هو السؤال. تصعب الإجابة عن هذا السؤال، لكن الثابت أن هناك ترابطا بين دور الحشد الشعبي في كركوك وفي محاصرة كردستان في العراق وبين السيطرة على البوكمال وبين زيارة قيس الخزعلي إلى جنوب لبنان وبين رسالة صنعاء. اتهمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية السلطات في ميانمار ببناء جدار من الصمت حول الفظائع التي ترتكبها ضد مسلمي الروهينجا، قائلة إنه ينبغي على الغرب ألا يتنازل. وتقول الصحيفة في افتتاحيتها إن ردة الفعل الدولية على الفظائع والتطهير العرقي ضد مسلمي الروهينجا زاد زخمها بالأحرى الأسبوع الماضي. ففي يوم الثلاثاء أصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قراراً شجب فيه ميانمار لارتكابها جرائم محتملة ضد الإنسانية. الصحيفة أشارت إلى أن مجلس النواب الأمريكي أقر بالإجماع قراراً دعا فيه الحكومة في بورما لوقف العمليات العسكرية كلها والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى إقليم راكين الذي طرد منه ما يقرب من 625,000 مسلم منذ آب الماضي. وتلفت الافتتاحية إلى أن الكونغرس وإدارة ترامب يتحركان نحو فرض عقوبات ضد القيادة العسكرية البورمية. وتستدرك الصحيفة بأنه رغم هذه التحركات كلها فإنه للأسف لا يوجد ما يدل على أن هذه الضغوط تترك أثرا على جنرالات بورما العسكريين أو حتى الحكومة المدنية التي تقودها أونغ سان سو تشي. وتبين الافتتاحية أنه بدلا من التحدث علانية أو الضغط على الجنرالات فإن أونغ سان سو تشي تقوم بإخبار المسؤولين الغربيين بأنهم يهددون الديمقراطية البورمية الناشئة من خلال حديثهم عما يصفه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعناصر الإبادة. وتؤكد الافتتاحية أن الواقع المؤلم يقتضي أن تبدأ الأمم المتحدة والدول الغربية التركيز على تحسين أوضاع اللاجئين في بنغلاديش الذين سيبقون هناك في المستقبل القريب، بالإضافة إلى أن توطينهم المؤقت في مخيمات أصبحت الأكبر في العالم. وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول أنه يجب أن تقوم الحكومات الغربية بمنع هروب النخبة البورمية المسؤولة عن التطهير العرقي والسماح للجرائم ضد الإنسانية بالمرور دون عقاب، ودعوة لمزيد من الجرائم. بعيدا عن السياسة، بدت جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندي تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وعاصمته القدس المحتلة، رافضة في الوقت نفسه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. وقال موقع الخليج أونلاين إن جماهير بطل الدوري الاسكتلندي رفعت لافتة كبيرة خلال مباراة فريقهم أمام هيبرنيان ضمن جولة 17 من الدوري المحلي لكرة القدم. كتب عليها: القدس هي فلسطين، تباً لك يا ترامب. وذلك في إطار حرصها الدائم على مؤازرة الفلسطينيين وقضيتهم العادلة. ولا تعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها جماهير سليتيك مساندتها للقضية الفلسطينية. ففي العام الماضي مثلا رفعت الأعلام الفلسطينية على هامش مباراة فريقهم أمام نظيره الإسرائيلي هوبعيل بئر السبع في ذهاب المرحلة المؤهلة للمجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.